حمله نرجس لليوم العاشر وصلنا الله 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 ألف الحمد لله والشكر قدرنا نجمع 61 مليون للطفلة نرجس. أغلبيتكم يعرفون الطفلة نرجس وأغلبيتكم ما يعرفون الطفلة نرجس. قصة نرجس باختصار للي ما يعرفه، نرجس إن ولدت للدنيا بدون أطراف بدون إيدين. شباب تخيل إنه أنت تعيش بدون إيدين لمدة 12 سنة نرجس بدون إيدين. 12 سنة ما خلت مكان ما راحت له، 12 سنة ما خلت دكتور ما راجعته، 12 سنة ما خلت وزير بالعراق ما راجعته، وللأسف صوتها ما وصل. فشوفوا العراقيين وشوفوا أهل الخير شنو سووا، وصورت لكم بعض المواقف وبعض الأشياء اللي صارت بالشارع. شوفوا شلون جمعنا المبلغ وشوفوا المواقف الطيبة اللي صارت. شباب صورت لكم مواقف الله الله شاهد، يعني شعور جدا غريب. فخليكم ويا الفيديو وشوفوا الفزعة العراقية وشوفوا الغيرة العراقية وشوفوا النخوة العراقية. وأتمنى منكم أنه أنا الحمد لله وشكر كلكم تعرفون أنه أنا ما محتاج مشاهدات، بس هذا الفيديو راح أنشره حتى باقي الدول تشوف العراقيين شنو، تشوف أهل الخير شنو، شوفوا شنو اللي صار بالحملة، شوفوا شلون جمعنا المبلغ اللي هو 61 مليون. خليكم ويا الفيديو وشاركوا هذا الفيديو لأكبر عدد ممكن، خلونا نوري للعالم كله شنو غيرة العراقيين. احنا مو أول ناس ولا آخر ناس نسوي هذا الشيء، بس شوفوا المواقف اللي صارت ويانا، ركزوا بالمواقف اللي صارت ويانا ومشاهدة ممتعة. السلام عليكم حبايبي، تذكرون هذه الطفلة نرجس؟ نرجس تعبت وصوتها وإن شاء الله قررنا اليوم طلعوا حملة خيرية على الشارع العام، على الشارع وجمعوا تقريبا 12 مليون، وإن شاء الله باكر طالعين الساعة 4 العصر على الشارع العام في مدينة النهروان. إن شاء الله قررنا إنه إحنا نجمع لها، نجمع من الناس الطيبة، من الناس أهل الخير. إن شاء الله باكر الساعة 4 العصر بالنهروان مقابل شارع 60 يم الفلكي. عمليتها تقريبا ايش قد عمليتها مصطفى؟ عمليتها 60 مليون بحيل الله. 60 مليون، هسه جمعنا تقريبا 12.5 مليون، وان شاء الله باكر مستمرين وعقب باكر مستمرين لحد ما نجمع المبلغ. اللهم صل على محمد وال محمد. اليوم الثاني للحمله، عملتنا مستمره، ان شاء الله راح نجمع المبلغ مالتها من الالف دينار. متبرع بدون ما يشوف، بس شاف الصوره شباب، شاف الصوره 250 الف متبرع، هسه من هنا مستطرق 250 ألف، ربع مليون. الله يطول بعمره ويجازي ألف خير. حملتنا والمبلغ صار بس يوم السبت بحيل الله وبحيل الخيرين والشوفاء 575 ألف. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحملة مالتنا اليوم الثالث تقريبا جمعنا ما يقارب 30% من تكلفة العملية، حملة الطفلة نرجس. ان شاء الله مستمرين لحد ما نجمع المبلغ الكلي. وهاي الناس الخيره اللي جاي تتبرع جزاهم الله الف خير، السايق العامل ابو التاكسي كلها جاي تبرع جزاهم الله الف الف خير. اللهم صل على محمد. اليوم حملتنا كبرت وللتكاتك على الفزعه، وربك كفى للفزعه للتكاتك، كل واحد لزق صوره على التكتك مالته حتى نكبر الحمله اكبر. هلا هلا بيك هلا بيك، تعال تعال اطبق 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 اطبق. الحمد لله والشكر حملتنا مستمرة لليوم الرابع. والله العظيم هسه اجى ولد قال طلعت من النهروان لقيت جماعة واقفين طيتهم، قال رحت الحي النصر لقيت جماعة مو واقفين طيتهم، قال هسه اجيت، هسه احنا بالتقاطع مال النهروان اللي يطول النهروان، قال هسه هم جيت وهم لقيتكم وهم طيتكم، قال وين ما راح القاكم اعطيكم، قال من النهروان نكمل المبلغ مال العملية وان شاء الله ما بقى الا القليل، تقريبا بقى نص المبلغ ان شاء الله. ان شاء الله اليوم راح نجمع نص المبلغ ان شاء الله، اذا الله قدرنا راح نحاول نجمع نص المبلغ ويبقى نص ان شاء الله. الايام الجاية راح نجمع المبلغ كله. فدعواتكم وشكرا للناس اللي جاي تتبرع، شكرا للناس اللي جاي تساعد هاي العالم. شباب شوف اللهم صل على محمد وال محمد. طفلة تتبرع بالقاصة مالتها. شباب صل على محمد وآل، اللهم صل على محمد وآل محمد. طفلة هسه جابها والدها وجه متبرعة بالقاصة مالتها للطفلة نرجس. الله أكبر. صار تقريبا 6 ايام لحملتنا بهذا المكان، وعندنا مجموعات اخرى تروح بغير مكان. راح اسال مصطفى، مصطفى الناس اللي جاي تفوت منا نفسهم لو يتغيرون؟ والله نفسيتهم الله، ودخلهم اليوم محدود. اهل التكاتك سولف لي على ابو التكاتك. والله التكاتك والقران يمكن يذب درباني جلطه 1000 دينار، 1000 الى و1000 الي. اول البارحه واحد بخل 4000،
وانطاني 2000 قال دلنا 2000 للبيت رحم الله والديك جزاك الله بخير. قال دلنا 2000 للي و2000 للعيال، يعني البنيه ب 2000 وسبع نفرات اما سته وياه ب 2000 تبنا قال حيلك رحم الله. يعني نبسم اهل المنطقه يوميا والله يوميا نبسم يعني من النهران بالاخص. اي نعم احنا ممنونين من اللي دخلوا نعم واللي جا ساهموا، بس اهل النهران 90% المبلغ من عندهم والله العظيم. يعني نفسهم نفسهم اللي يطون نفس اللي يطي يجي ثاني يوم يطي مره ثانيه، يعني التكاتف اهل الكيات اهل اللوريات جزاهم الله الف خير نفسهم يوميه يطون. اليوم السابع للحمله مالتنا، وانا هسه رايح بوقت متاخرين كان يمي خطار. المهم دانيال ويمان جبتهم وياي حتى اذبهم يم بيت جيتهم. قالوا بابا وين رايح؟ قلت لهم انا اروح للحمله. قالوا بابا اعطينا فلوس نريد نتبرع. اعطيت الف الدانيال والف اليمان. يمان هسه شو يقول لي؟ اروح والله ولا اعطيه حطها بجيبي. تطير ولا؟ ها؟ يدو دو. وش اللي ما تطير؟ ما يرضى يطير. اي والله يدو دو. شو سوي سوي ما يطير؟ صاحبتك نرجس خطيه. لا طيه. عافيه بس مو تختلف علي. تطير ولا؟ شباب هسه وصلنا وبعد صايره شباب. شوف يلا يمان تبرع هاي الحمله وصلنا. يلا والله شوف يطير ولا شباب. يلا روح 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 روح. هلاو. واقف واقف يمك 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 هاي 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 الولد. يلا طي 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 يلا تعال عافيه والله عم الطا والله طا من كل قلب. مشكور اخوي جزاكم الله الخير موفقين ان شاء الله. هلا عم الله وديك. ها ها شو طيتي؟ اعطيك غيره امشي اعطيك غيره ما تبرع. الفلوس اعطيك اياها وين وديتي؟ كذاب كذاب ما اعطاني كذاب كذاب. وين الفلوس؟ ها 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 لو صار ال 200 لو صار ال 200 نرجس نرجس ان شاء الله ما بقى شيء والله ما بقى شيء. ال 200 جيبوا لا نتعب. اليوم الثامن ان شاء الله. البارحه وصل المبلغ 50 مليون وان شاء الله اليوم مباشر نسدد المبلغ بحيل الله بوجود هاي علي الخير وبوجود هاي الناس الطيبه. تعالوا هنا 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 ارقدوا صلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا محصول اليوم ان شاء الله. ان شاء الله اليوم نعبر الخمسين مليون وفوق، يعني ان شاء الله ان شاء الله 55 54 ان شاء الله. ان شاء الله شوي وانزلكم والنتيجه الكامله. دانيال هم يحسب يحسب. دانيال علي بس الربع شباب. حيدر جاسم علي الاذقال ان شاء الله اليوم اي بس عوف ان شاء الله وتحطه بجيبك ترى بتلي بيك والله. دانيال بابا مو تحطه بجيبك حرام با علي مو تحطه بجيبك حرام. يلا سبع ما لحق على الحمله اجوا بالليل بس سوى قسم راتبه ويا نرجس ويا الحمله ما نرجس. الله يوفقك الله يوفقك الدنيا واخره. يا عباس مكدر من امكانك طبعا مو جديده طالعين بث ويوم نحشر نفسه اهل الحميه اهل الشهامه حمله نرجس يوم 13 على التوالي. جانا الله اهل البيت والشرفاء الطيبين الخيرين العراقيين على مستوى العراق والمحافظات وبغداد خصوصا مدينه النهران والولايات. يوقف في الشارع تقول لنا اوكي من اللي يوقف في الشارع؟ منو اللي يكفل هاي الناس يساعدهم؟ من يوقف وياهم؟ احنا ولد منطقتهم واحنا بيت واحد النهران. فيقول الفقير اللي يعين الفقير كل احنا اصحاب دخل محدود لذلك عمي يا ولد
جاهزين ندرس هاي العلاقة؟ تحترس ان شاء الله. اليوم التاسع للحملة مالتنا، ان شاء الله بحيل الله اليوم نختم المبلغ، واذا ما قدرنا على باكر راح يكمل المبلغ، وراح تبقى ذكريات حلوة هنا شباب. هاي المجاهدين، هاي الابطال، راح تبقى ذكرى خالدة، ذكرى مشرفة راح تبقى هنا شباب. احترسناها يا ولد، صرا نحسبها ونشوف ايش قد ان شاء الله، ونشوف المبلغ ايش قد راح يصير. ترونه نرجس طشيت ابو على المعاناة مال نرجس. شنو معاناة النرجس بالطشه؟ طشيت ويرد منه صور. تعبت. هاي بعد في البداية سوي لك قناه، سوي لك قناه عاد كيفين وتنشرين فيها. صدق سوي لك قناه؟ ايوه والله. ايش قد توصلين اذا سويت لك قناه؟ 50 مليون. قوم هنا قوم. والله سوي لك قناه دليلي. راح اسوي لك قناه وصلت اياها ايش قد ما تريدين، بس تنزل بيها محتوى حلو. خاف تظلين تجيبين منها وتحطين منها وتلعبين بوبجي. هسه قاعد انه بتنزل بوبجي اموت. لا والله ما العب بوبجي. شو تنزلين اذا اسمها سويت لك قناه؟ شنو محتواك؟ العاب، مقالب. جنب بيتك مقالب؟ بين من يسوي المقالب؟ ابوك؟ هو ابو صاير مقلب هسه. ها سوين بعمك؟ وين عمك؟ سوين بعمك؟ لا سوي بدانيال مقلب. مقلب سوي مقلب. راح اسوي نرجس سوي بك مقلب. اقول لك دانيال الباحة ليش غلطت علي؟ لا ليش غلط عليها؟ غلط عليك؟ والله غلط عليك. اقول ما عتها دين. ليش بابا معيب؟ معيب بابا؟ شلون؟ يعطون من صور باي. اليوم احنا بالرياض ضرب مستشفى ابن الخطيب، يعني الشارع كله قام يعرفنا، كله قام يعرف نرجس، يعرف قضية نرجس، متعاطفين ويانا، يعني خير خير من الله. ان شاء الله اليوم اخر يوم وتكمل الحملة مالتنا بإذن الله. يا شباب ان شاء الله تكمل اليوم. بس يا شباب اجت الامدادات من المتابعين. حي الله حي الله شباب. شكرا جزاكم الله الف خير. هاي منطقة شو اسمها؟ الرياضة بلش اسمها؟ الرياض. الرياض مو؟ اه تمام. مشكورين. الحمد لله طبعا اليوم رجعنا من وقت لان المبلغ ما بقي له شيء، والشباب تعبوا وكلنا تعبنا، صار لنا 10 ريال. يعني طلعنا تقريبا 1.5 والجماعة هناك قدامنا واقفين بنص الشارع، يعني ان شاء الله اليوم نعبر ال 60 بحيل الله. قوى الله شباب قوى الله. بابا هاي 25 ربع، تدري مال ايش قد؟ لا شلون؟ لان 25 الف يعني كم ربع يصير؟ يصير 100 ربع. 100 ربع؟ هذا مال 100 يوم. وانا على وادك اذا قلت اعطينا ربع، وذن اثنين. لان مال الايام الجايه. راح يحسب راح يحسب، ولا خليه يحسب. يلا. العب. يلا احسب براحتي براحتي. الو الو. صفر ل 100. يلا. فكرت ما اقدر. يلا. اللي هذا مال اليوم، هاي مال باكر، هاي مال عقب باكر، هاي مال موطي، هاي مال تشيبس، هاي مال عصير بعد. يا صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الدخل مال عباس. مشكور عباس بخير، تعبت اليوم انت. الله يساعدك. ايش قد دخلك ان شاء الله؟ بعدها ما حاسبين. اه والله راح تحسبونهن ان شاء الله. خير ان شاء الله ان شاء الله. ايش قد اليوم توقعاتك؟ تعال نعبر الستين شباب ان شاء الله. ان شاء الله. يا الله خير وبركه. مو تحط بجيبك انت لامن، ودراع ترجع تحط بجيبك. خوتي ها بشر حجي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ان شاء الله خير اليوم خير. محمد اسكت انت. حملة نرجس لليوم العاشر وصلنا 61. الواحد والستين كتر المسؤول من الواحد والستين كتر عاد ما صرت شوي شوي.